ما زلنا بنستكمل محاضرات علم المناعة، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الأنتي بوديز أو الأجسام المضادة. زي ما أنتوا عارفين إن الـ third line of defense بينقسم إلى الهيومرال أو الأنتي بودي ميديتد إميون ريسبونس والسيلر ميديتد إميون ريسبونس. واحنا قلنا قبل كده ان المسؤول عن الهيومرال انتي بودي او الانتي بودي اللي هي البي سيلز، اللي بعد كده بتتحول الى بلازما سيل وتطلع الانتي بوديز. اما السيل ميديتد المسؤول عنها التي سيلز، واللي بعد كده بتطلع السيتوتوكسيك سيل والسيتوكاينز. في كلتا الحالتين التي هيلبر سيل مشتركة بالاتنين، وفي كلتا الحالتين برضو في ميموري سيل خاص بالبي سيل وبالتي سيل. يبقى الهيومرال او الانتي بودي ميديتد اميون ريسبونس ده بيحصل برودكشن of antibodies against foreign antigen، والantibodies be produced by ال B lymphocyte اللي بعد كده بتعمل differentiation إلى plasma cell وبتطلع ال antibody. ال antibody بتتفرز ك extra أو موجودة في ال extracellular fluids زي blood والبلازما والليمف والميوكس. وكل antibody زي ما نتكلم بعد كده at least بيحتوي على two identical sites أو بسموها antigen binding sites أو الباراتوبز. والباراتوبز دي بتعتبر الفالنسي أو التكافؤ بتاع الانتيبادي. How do B cell produce antibodies؟ ال B cells زي ما احنا عارفين developed from stem cells اللي موجودة في البون مارو في الأدلت أو الليفر أوف فيتاس. بعد كده بيحصل لها maturation وبيحصل لها migration إلى lymphoid organs زي الليمف نودز والسبلين. في الليمف نود والسبلين بيحصل لها حاجة اسمها clonal selection، بمعنى ان كل بي سيل بتتعرف على انتيجين معين وبيحصل لها ديفيجن الى سيرتين كلون اوف البلازما سيل اللي بتطلع سيرتين انتي بودي. وكل انتي بودي بروديوسد باي بلازما سيل وير ريكوجنايز اونلي وان انتيجينيك ديترمينانت، عشان كده بيسموها الكلونال سيلكشن. وكل انتي بودي يعتبر مونوكلونا في النيتشر بتاعته. خلي بالكو افتر انيشال اكسبوجر تو ذا انتيجين ما بيكونش في الفيرست فيو دايز الاونيه انتي بوديز. نو انتي بوديز ار فاوند ان ذا سيروم فور several of first few days. بعد كده بيحصل gradual increase في الانتيبادي وبيتكون في الاول زي ما هتكلم بعد كده ال IgM، وبعد ال IgM بيبدأ يتكون ال IgG. معظم خلايا البي سيل بتتحول الى بلازما سيل وبعد كده طبعا بتدي الانتيبوديز، but some بي سيلز become long living memory cells. الدياجرام ده بيوضح الفيرست ستيبس للماتوريشن للبي لينفوسايتس لغايه ما بتطلع سبيسيفيك كلون اوف انتي بودي. على الشمال شايفين البول مارو بيتم هنا في عن طريق الستيم سيل بيتفرز الماتور بي سيلز، وبتبقى هنا بيسموها ماتور antigenically committed B cells في different types زي ما شايفين
واحد واثنين وثلاثة واربعة ستاند باي لأي نوع من الانتيجين. بعد كده الجزء الثاني اللي هو انتيجين ديبندنت بروفريشن، وده بيتم في البريفرال لينفويد تيشو عند التعرض على سبيل المثال لانتيجين 2. بتبدأ البي سيلز اللي هي كوميتد للانتيجين 2 تبدأ يحصل لها بروفريشن بالتحديد سبيسيفيكالي، وتبدأ تنقسم وتؤدي إلى حاجتين، بتؤدي إلى بلازما سيل سبيسيفيك لأنتيجين 2 دوت، وإلى الميموري سيل. والبلازما سيل سبيسيفيك للأنتيجين 2 بتطلع الأنتي بادي لأنتيجين 2 أو الأنتي بادي 2، ودي اللي بنسميها الكلونال سيلكشن. بالنسبه للانتي بودي ريسبونس افتر اكسبوجر تو انتيجين، عندنا مرحلتين من الريسبونس. في حاجه اسمها البرايمري ريسبونس، وده بيبدا زي ما انتم شايفين بعد فيو دايز من التعرض للانتيجين بيحصل برايمري ريسبونس. وبقى هنا زي ما احنا قلنا المين انتي بودي اللي هو الاي جي ام. بعد كده لما تاخد بوستر دوز او تعرض لسكند اكسبوجر لانتيجين، وغالبا بيبقى عند يوم 28، يبدا يحصل انكريز في الليفل بتاعه الانتي بادي، وده بيسموه سكندري انتي بادي او اميون ريسبونس. وهنا برضو نوضح التحصينات، مثلا في حاله الكوفيد 19 بتاخد الفريست دوز، وبعد 28 يوم بتاخد السكند دوز عشان هي المين بوتنشال دوز. قبل ما انسى هنا، وجود الميموري سيل هو ده اللي بيساعد في حالة التعرض للسكند اكسبوجر، بيحصل تريجرنج. شايفين هنا مفيش وقت تحضير في السكند اكسبوجر، على طول بيحصل بيك برودكشن لان اوريدي في ميموري سيل ومتعرفة قبل كده على الانتيجين. بعد كده هننتقل على consequences of antibody binding، ماذا بعد التحام الانتيبادي مع الانتيجين وتكوين الانتيجين antibody complex. ممكن يحصل واحدة من the following. اول حاجة agglutination، ودي معناها اللي الانتيبادي بيعمل agglutination للميكروبز وبيخليها clump together. وهنا بيقول لك خلي بالك ال IgM عشان هو decavalent بيحتوي على 10 أذرع زي ما احنا هنشوفه في الاستراكشر بتاعه، بيبقى more effective عن ال IgG اللي هو ال bivalent ثنائي التكافؤ. ممكن يحصل برضو حاجة اسمها الهيم أجلوتينيشن لو انت استخدمت الـ RBCs، وده بيحصل أثناء تحديد الـ Blood Groups الـ A والـ B والـ O وهكذا. وبتستخدم خاصية الهيم أجلوتينيشن في تشخيص أو تحديد إنفلونزا و الميسيلز فيروسز، الفيروسات الإنفلونزا والحصبة. من الحاجات برضو consequence of anti-binding اللي يحصل opsonization للانتيجين، وهو عبارة عن الopsonization اللي بيحصل cover للانتيجين بالانتيبادي عشان تبدأ بعد كده عملية الانجيشن واللايسيز بالفاجوسيتيك سيلز من خلال عملية الفاجوسيتوزيز. رقم ثلاثة من consequences ان هو يحصل neutralization، خصوصا الاي جي جي بيعمل ان اكتيفيشن للفيروس عن طريق ان هو بيمسك في السيرفيس بتاع الفيروس وبيعمل نيوتراليزيشن للتوكسين عن طريق بلوكينج زير اكتيف سايت. الحاجات التانية برضو حاجة بنسميها انتي بادي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيستي، وديت ميلي بنلاقيها في حالات اللارج اورجانيزمز بارازايت زي الورمز. وهنا بيبدا
التارجت اورجانيزم بيحصل له كوتينج او كفرنج بالانتي بودي، عشان بعد كده بيجي بعض الحاجات اللي هي كيميكالز او سايتوكاينز بتبدا بتعمل له تكسير لايسيس. رقم خمسه انه يحصل كومبلمنت اكتيفيشن، يعني قلناها في تفصيل في الكومبلمنت، ان بوس اي جي جي والاي جي ام بيعملوا تريجرنج او انيشيشن او اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم، وبالتالي بينتج عنه سيل لايسيس وانفلاميشن زي ما احنا قلنا قبل كده. الدايجرام ده بيلخص اللي احنا قلناه في السلايد قبل كده. الاجلوتينيشن على الشمال فوق، او الاوبسونيزيشن او النيوتراليزيشن او الانتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيستي، او يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت ويحصل انفلاميشن وسيل لايسيس. هننتقل بعد كده على الاستراكشر بتاع الانتي بودي. زي ما انتم شايفين الصوره على الشمال، الانتي اي انتي بودي او الانتي بودي مولكيولز بيتكون من تو تشين، هيفي تشينز اللي هي البنفسجي، واللايت تشين اللي هي الصغيره اللي بره الاخضر لون اخضر. وكل واحده من الهيفي تشين واللايت تشين بتكون من تو بارتس، كونستانت ليجونز اللي هي السي، والفاريبل ليجون اللي هي الفي. لو كبرنا الجزء بتاع الانتيجين بايندينج سايد، ودي الصوره على اليمين، بنلاقي بتتكون من الانتيجين بايندينج سايد اللي هي الباراتوب اللي احنا قلنا عليها قبل كده في الاميونوجلوبولين، وبعد كده الجزء من الانتيجين اللي بيمسك في الانتي بودي اللي بنسميه الايبيتوب او الانتيجينيك ديترمينانت سايتس، وبيحصل التفاعل اللي احنا او الاتاتشمنت او البايندنج زي ما انتوا عارفين. يبقى الانتي بودي بيتكون من هيفي تشين عشان كبيره في السايز، واللايت تشين، وكل واحده بتتكون من variable regions ومن constant region. الشكل ده اكثر توضيحا ومore details عن the structure of immunoglobulin او الانتيبادي. زي ما انتوا عارفين في حاجة اسمها او زيادة هنا FC portion، FC اختصار fragment complement region، وده الجزء اللي بيمسك في complement وبيبقى موجود في الهيفي تشين. في حاجة تانية اسمها الفاب بورشن او فراجمنت انتيجين بايندينج، وده اللي بيمسك في الانتيجين. وده فيه جزئين، جزء من اللايت تشين وجزء من الهيفي تشين. نسيت اقول لكم في السلايد اللي فات ان الهيفي تشين بتمسك باللايت تشين عن طريق حاجة اسمها داي سلفايد بريدج. يبقى ده الاستراكشر الاكثر تفصيلا، وهنا بنركز على الاف سي بورشن او ريجون والفاب ريجون. بالنسبه للانواع بتاعه الانتي بوديز او الاميونوجلوبين كلاسز، زي ما احنا شايفين هنا في خمسه كلاسز من الاميونوجلوبين. احنا قلنا قبل كده على الاي جي ام، وهنفرض ان هو دي كافيلنت او ان هو او سموه حتى بنتا، بيكون من خمس اذرع، وكل ذراع طبعا عارفين ان بيكون من تو بارتس، وده اللي بيطلع في الفيرست انتي بودي بيطلع في الاميون ريسبونس. في بعد كده الاي جي جي، وفي الاي جي اي والاي جي دي والاي جي اي. الشكل بتاع او كل الاي جي جي والاي جي اي والاي جي دي كلهم بيبقوا باي فيلنت في الفالنس بتاعتهم، بيحتوي على اتنين انتيجين بايندينج سايت او الباراتوب. الشكل مختلف شوية، الاي جي اي ساعات بيعمل بيبقى دايمير
يبقى 2 زي ما انتوا شايفينه في الشكل. IgG ده يبقى مونومر بايفالنت زي ما احنا قلنا، بيحتوي على 2 باراتوبس. البرسنتج بتاعته في السيرم بيمثل 75%، وهو يعتبر برينسيبال في السكندري اميون ريسبونس. اللوكيشن بيوجد في اماكن كتير زي البلد والليمف. اللايف او الهاف لايف ان سيرم 23 يوم. بيعمل فيكسيشن للكومبلمنت، وبالتالي برضو من ضمن الوظائف بتاعته انهانس الفاجوسيتوزيس والنيوتراليزيشن للتوكسين، و اللي احنا قلنا الكومبلمنت فيكسيشن، وبرضو بيعمل بروتكشن للفيتس والنيو بورن. في سب فريكشنيشن منه زي الاي جي او 4 كلاسز، اي جي 1 واي جي 2 اي جي 3 واي جي 4. النقطه المهمه جدا هنا، الاي جي جي هو الانتي بادي الوحيد اللي هو ممكن يعدي من البلاسينتا، وبالتالي بيدي باسيف اميونيتي للفيتس والانفنتس في الفيرست فيو مانثس اوف لايف. دي نقطه مهمه، الفرق بينه بالاي جي ام في حته البلاسينتا، باسج من البلاسينتا. كنا اتكلمنا قبل كده على البرايمري والسكند اميون ريسبونس، وقلنا ان الفيو دايز ما بيحصلش تكوين انتي بوديز، وبعد كده بيتكون الاي جي ام اللي هو لونه احمر. بعد كده نتيجة الاميونولوجيك او اميونولوجيك ميموري، وجود الميموري سيل، لما تيجي تاخد السكند او بوستر دوز عند اليوم 28 بيبدأ يحصل يعني دراماتيك انكريز في الليفل بتاع الاي جي جي، وده المين كومبوننت في حالة السكندري اميون ريسبونس، ويبدأ الاي جي ام يقل. انتقل بعد كده على الاميونوجلوبين ام، قلنا ان هو بنتامير غير الاي جي جي مونومير، وبيحتوي على 10 اذرع من الانتيجين بايندينج سايت، فعشان كده بيسموه ديكا فيلنت، و10 باراتوبس. نسبته في السيرم بالنسبة للأنتي بادز الباقيين يعني من 15%، برضو بيبقى متواجد في البلد والليمف. هنا الهاف لايف إن سيرم قليل، 5 أيام. بيعمل كومبلمنت فيكسيشن، ما بيعديش من البلاسينتا عشان هو هيفي أو لارج مولكيولار ويت. طبعا عارفين ان هو فيرست انتي بادي بريديوس اثناء الانفكشن، واللي هو بيبقى الاجلوتينيشن بروبرتيز بتاعته عاليه جدا، وبيبقى افكتيف اجينست ميكروب والاجلوتينيتنج انتيجين. هننتقل للاي جي اي، والاي جي اي زي ما احنا شفناه في الصوره دايمر، ونسبته في السيرم من 10-15%. الهاف لايف ان سيرم 6 أيام، ما بيعملش فيكسيشن للكومبلمنت ولا بيعدي من البلاسينتا. المتعرف عليه الاي جي اي هو مسؤول عن اللوكال اميونيتي اللي موجوده في ديفرنت ميوكس ميمبرينز، سواء في الدايجستيف او ريسبيراتوري او الجينيتال تراكت، وايضا في البريست تيشو والسالفري واللاكريمال جلاند، لوكال اميونيتي. زي ما احنا عارفين البلازما سيل بتعمل سكريت الانتي بادي، ويحصل له ديليفر هو الاي جي اي الى الابيثيليال سيلز، وعشان بيبقى فيها البولي اي جي ريسبتورز ان ذير سيرفيس. وبرضو الاي جي اي بروفايد اميونيتي للانفانت دايجستيف تراك. ننتقل للنوع الرابع اميونوجلوبولين اي، وده برضو مونيمر زي الاي جي جي كده.
نسبته قليلة جدا في السيروم، يتعدى 2 من 1000%. ده موجود أو بيتفرز أساسا من الماست سيل والبيزوفيل، أو باوند للماست سيل والبيزوفيل أو أفضل، يعني ما بيتفرز، هو بيحصل له اتاتش للماست سيل والبيزوفيل من خلال البودي والدم. الهاف لايف بتاعه يومين، ما بيعملش كومبلمنت فيكسيشن ولا بينتقل من خلال البلاسنتا. المعروف الاي جي اي بعلاقته بالالرجيك رياكشن، خصوصا التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، هنقولها بعد كده. وبرضو معروف علاقته بان هو بيعمل لايسيز للبرازايت، فبيبقى اكتف في حالة البرازيتك انفستيشن. الدياجرام ده بيوضح علاقة الاي جي اي مع الماست سيل. معلش، هو الماست سيل والبيزوفيل ما بتفرز الاي جي اي، هي الاي جي اي بيعمل اتاتش بالريسبتورز الموجودة على الماست سيل والبيزوفيل، وبعد كده بيبدأ بعد الاكتيفيشن يحصل لها دي جرانيوليشن وتطلع بعض الكيميكال ميديوترز، واهمها الهيستامين اللي احنا كلنا عارفين ان هو مسؤول عن الالرجيك رياكشن. يبقى ده الرياكشن بتوين لما الجسم بيتعرض لالرجين او بارازايت. الالرجين اللي هو اي ماده بتعمل الالرجيك رياكشن، انتيجين زي البولينج جرينز كده، حبوب اللقاح او البنسلين، الناس اللي عندها الرجي للبنسلين واتيفر. وهنا يبقى الدور الاساسي الماست سيل والاي جي اي. بالنسبه للاي جي دي، هو برضو مونومر، نسبته قليله في السيرم انتي بودي 2 من 10%، وده بيبقى موجود على البي سيل سيرفيس وفي البلد واللمف. الهاف لايف بتاعه 3 ايام، ما بيعملش فيكسيشن لو كومبلمنت ولا بينتقل عن طريق البلاسينتا. لغايه الان في ديبيت عن الرول بتاع الاي جي دي، الفانكشن بتاعه بيزيكلي ان نون، لكن بيقولوا ممكن ان هو لما بيتواجد على السيرفيس بتاع البي سيلز بيشتغل از ممبرين ريسبتور، وبيعمل انيشيشن للاميون ريسبونس. الجدول ده بيلخص كل اللي احنا قلناه في المحاضرة بتاعت النهاردة عن الـ classes of immunoglobulins IgM و IgG و IgA و IgE و IgD والـ structure بتاعهم و اللوكيشن بتاعتهم والـ function. فهو just summarize للي احنا قلناه قبل كده.